قصص الكفاح اللي بتعجبنا احنا كمصريين. احنا يعجبنا جدا النجاح في اكتر من مهنة، ويعجبنا جدا الناس اللي بتجري على اكل عيشها بكرامة وباحترام، وفي نفس الوقت بتحقق او بتلعب او بتعمل هوايتها. النهاردة قصتنا عن حارس مرمى في مركز شباب ابو حماد، مركز شباب ابو حماد في الشرقية، اسمه محمد طلعت حارس المرمى، بيعمل اللي معظم المصريين بيعملوه، لكن لانه حارس مرمى فالناس استغربت وقالت هو ازاي بيجمع بين الشغلتين دول مع بعض. هو بيحاول يحسن ظروفه الماديه ومتطلبات اسرته، بيشتغل في مخبز، وشغله في المخبز الصبح بدري قبل ما ينزل التدريب وقبل المباريات. وقصته تحولت الى قصه ملهمه لناس كتير جدا، لانه مكمل في الكوره، والكورة زي ما حضراتكم عارفين في مراكز الشباب ما هياش لعبة مربحة، ما بتبقاش مربحة غير بتفاصيل معينة وفي درجات معينة من الدوري. لكن محمد طلعت بيعمل الاتنين، بيعمل حاجتين اللي بيحبهم، بياكل عيش بكرامة وبيلعب كورة في مركز شباب أبو حماد. محمد طلعت مساء الخير ومنورنا، حارس مرمى مركز شباب أبو حماد، أهلا بيك. مساء الخير. الناس فرحانه بيك قوي يا محمد عشان اللي انت بتعمله، احكي لي بقى انت بتجمع ما بين المهنتين بقالك قد ايه؟ والله لا انا بقالي فتره طويله الحمد لله، يعني مهنتك الاصليه هي العمل في المخبز؟ لا هو المفروض ان انا بلعب كوره وملتزم بمسؤوليات دخل بيتي، يعني لازم كل يوم دخل كده اخش بيتي عشان الالتزامات اللي مفروض علينا. بس ف وبتلعب كوره من قد ايه يا محمد؟ يعني انا الحمد لله بلعب كوره من 7 سنين مثلا، موهبه من عند ربنا الحمد لله. ايوه بقول لك بقالك كام سنه يعني؟ يعني مثلا 20 سنه 21 سنه كده. ده انت طول عمرك بتلعب كوره. هي موهبه من وانا صغير. حاولت تنضم لفرق في الدوري الدرجه الثانيه، دوري الدرجه الاولى، اتعرضت للمحاولات دي ولا لا؟ والله انا من كتر المحاولات اللي انا حاولتها بقيت ايأس. قدمت اختبارات كتير ورحت مولين ورحت ينبي ورحت القناه ورحت الاسماعيلي، بس الواحد يأس. لكن من غير يأس ولا حاجه، يعني يمكن ما توفقتش في الدوريات وانك تكمل في الاحتراف في الكوره، لكن بتعمل اللي بتحبه وفي نفس الوقت بتشتغل. انا عايز اقول لك ان انت مشجع لناس كتير، مش عارفه انت واخد بالك من الحكايه دي ولا لا. الحمد لله الحمد لله واخد بالي، الحمد لله فضل ونعم. انا بشكرك يا محمد، واحنا متشرفين انك معانا النهارده، بنكلمك بس علشان نقول لك كمل في الحاجتين الحلوين اللي انت بتعملهم، الشغل الكريم والهوايه اللي انت بتحبها ولعب الكوره. بشكرك يا محمد. محمد طلعت حارس مرمى مركز شباب ابو حماد. عايز اقول لكم بقى على حاجه غريبه، احنا بقينا بننبهر بالحاجات اللي هي طبعا ايجابيه لكنها المفروض ان ده الطبيعي. يعني بالمناسبه هو الطبيعي انه الراجل اللي بيشتغل في فرن ده يبقى راجل كويس، والطبيعي ان لاعب الكوره ده لو مش قادر يكفي دخله من لعب الكوره لانه مش بيلعب بشكل احترافي يبقى عنده شغلانه تانية. تخيلوا بقى ان احنا بقينا المفاهيم مقلوبه لدرجه اننا بقينا نستغرب ان الناس اللي بتسعى في حاجتين وتنجح فيهم وتبقى زي ما شفنا كده نموذج محمد حاجه محترمه في الاثنين. مش لازم اوصل لرقم اخد 10 من 10 في اللي انا بعمله، لكن ممكن اخد 3 أو 4 من 10 وابقى مبسوط، و3 أو 4 من 10 هنا كمان وابقى مبسوط وراضي. ده النموذج اللي بيقدمه محمد.